فبتأتي له تشتكي مر الشكوى وتقول له إن سعدا هلك معك في أحد، تقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استفاء عمهما، عم الأرجنتين يعني، وقد استفاء عمهما بالمال، أخذ كل المال ولا مال لهما ولا يزوجان إلا بمال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر إلى نزول هذه الآيات التي نزلت بقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى آخر الآيات المنظمة لمسألة المواريث. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخ سعد وقال له أعطي ابنتي سعد الثلثين. الثلثين نعم. وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. ده اللي اشتكت، اللي اشتكت نعم الزوجة يعني التمن، التمن للزوجة عشان خاطر البنتين، وفي التلتين لدلالة الآية، وبعدين وما بقي باعتبارك أنت العاصي يا يعني يا أخو سعد، خد أنت الباقي بعد فرض الزوجة للتمن وبعد فرض البنتين التلتين. في هذه اللحظة وجد الحق القانوني، ثبت ثبت هذا، تنزل الحق القانوني. نعم الحق القانوني للمرأة في أن ترث، يعني لا سلطان لأحد في أن يمنع هذه المرأة من الإرث بعد، لكن الآن البعض يمنع، وهذا أمر غريب بعد أن يقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله، ثم يقول سبحانه وتعالى ولكم نصفه، ثم يقول في آخر آية النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، ويتكلم عن النساء أيضا في الثلاث آيات 11 و 12 و 176 من سورة النساء، يتكلم عن إرث المرأة والرجل وينظم عملية الإرث وبنصوص قطعية الثبوت وفي أغلبها قطعية الدلالة، ومع ذلك نجد عادات وتقاليد طغت على سلطان هذا النص الشرعي في ثبوت الحقوق أو في إثبات الحقوق، وتنتزع وتستلب هذه الحقوق لصالح هذه العادات، وتمنع المرأة في بعض البيئات تمنعها من الإرث، مع أن هذا الحق وهذا الملك ثبت ثبوتا حقيقيا للمرأة. إذن هذه عادات جائرة بلا شك. شرعيا المانع لميراث المرأة أو المنتقص منه أو إيه شرعيا بيه؟ يعني عقوبته إيه شرعية؟ شوف سيادتك، بلا شك أن من يمنع المرأة من الإرث وقد ثبت لها الإرث فإنه يكون قد ارتكب إثما عظيما، عليه أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ويطلب العفو ويطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. أولا لي لأنه خالف النص الشريف، لأن النص الشريف يلزمك أن تعطي وأنت منعت. هل نحن هنا بصدد يعني ما يماثل أكل مال اليتامى؟ نعم أنا سأقول هذا الكلام. وإذن أنا عندي الأول مخالفة صريحة للنص الشرعي مستوجبة منك أيها الإنسان الذي منعت المرأة من حقها، عليك أن تتوب إلى ربك سبحانه وتعالى، هذا أول إجراء. ثم تسارع إلى إعطاء المرأة حقها، وتبحث عنها وتشوفها فين، وتديها ما أثبت النص الشريف لها هذا الملك. ثم بعد ذلك عليك أن تبرئ ذمتك من هذه الآثام التي ارتكبتها قبل ذلك، بأن تطلب منها عن رضا حقيقي عن هذا المال الذي انتفعت به المدة السابقة، لأن حقوق هذه حقوق لآدميين، بمعنى أنه من يوم الوفاة، حتى نتبين خطورة الأمر، من يوم وفاة المورث ثبتت ملكية جبرية لكل وارث مما حدده النص الشريف لفلان ولفلان ولفلان، فأصبحت أنا مالكا لهذا المال، مالكا لهذا الكوب الذي أمامي من التركة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. جميل. فبناء على ذلك عندما تمنعني أنا من القدر المملوك لي بالإرث، بناء على ذلك أنت قد أخذت مالي دون رضائي،
فتكون قد ارتكبت إثما كبيرا. فعليه أن يتوب وعليه أن يتخلص وعليه أن يرجع الحقوق إلى أصحابها. هذا بالنسبة للذي يمنع. هناك عادات